بطبخ باتل تشيكن. بنتبل الدجاج ملح فلفل حار وبابريكا ثوم وزنجبيل بنقعهم ربع ساعة بنقلي الدجاج خمس دقايق بصل برادورة ثوم كاجو تشيكن مسالة موجودين بكل الجمعيات رح حط معلقة كبيرة معلقة طعام سكر شوية ملح خل مي مغلية كوبين معلقة طعام معجون بندورة نخليهم يغلوا ربع ساعة نطحنهم هلا بنصفي الصوص شوفوا كيف بلش ينزل تقلى تخلص الكمية معلقة طعام زبدة نص علبة كريمة الدجاج مقطيبة نقطة كريمة على الوجه